بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير، بالمحبة دائما، نلتقي بالمودة وعلى البركة، أيضا ننطلق ونتواصل في هذا اليوم الجميل، بهذا اليوم الشيق، بهذا اليوم الغني عن التعريف، يوم السيوف. متابعينا الكرام في كل مكان، الكل تابع والكل شاهد عبر قناة دبي ريسنج الانطلاقات والطوفان مع الطايف والشهانية أيضا اللي انطلقت، والمملكة اللي نافست، والأمور اللي جرت وطرت على أرضية هذا الميدان. ذهبت السيوف وانطوت صحف هذا الصباح الجميل، ولننطلق مع ثالث الأشواط مشاهدينا الكرام. الشوط الثالث الذي خصص لأبناء القبائل، وشوط السمول المفتوح والجائزة خنجر مشاهدينا الكرام، الخنجر المنتظر، الخنجر الذي ينتظر هذه الأسماء، هو ينتظر واحد من هذه الأسماء المنطلقة المتنافسة على الخنجر الذهبي الذي ينتظر الفائز بالمركز الأول. البداية مع المركز الأول، شاهين مشاهدينا الكرام مع أولى المراكز، علي بن محمد بن رحمة الشامسي يسيطر مع المركز الأول ويقدم لنا شاهين. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، الفهد مع المركز الثاني، عبد الله بن محمد بن مطر الرميتي يقدم لنا الفهد. انتقل إلى المركز الثالث وهنالك الساعي، من يسعى مشاهدينا الكرام للوصول إلى أول المراكز، الساعي بشعار محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع المركز الثالث. المركز الرابع، مياس حمد بن منصور بن سيف بن عفصان الخيالي يقدم لنا مياس. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس، خامس المراكز مشاهدينا الكرام بهذه اللحظات، الواصل المنطلق إلى المركز الخامس اللي ما تعرفنا عليه حتى هذه اللحظة، أحد الأسماء المشاركة والمنطلقة للوصول إلى ذلك الخنجر. سوف نتعرف بإذن الله تعالى على الخامس، وأيضا الأسماء القادمة، الأسماء الذي لا شك بذلك لم تدخل هذا الشوط إلا وهي ناوية على الخنجر، ناوية على الخنجر. ولكن أعود مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط، في يوم الوداع، في يوم الطواف، في يوم السعي الساعي، ويوم الأفراح في ميدان المرموم. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي. والشوط ما فيه رحمة، الشوط فيه زحمة، الشوط فيه خنجر. أعود مشاهدينا الكرام إلى من غير وتسلل إلى المركز الأول بهذه اللحظات واحتل المركز الأول، الفهد. الفهد مشاهدينا الكرام تسلل مع المركز الأول وانطلق. عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي مع المركز الأول وصاحب الإنجازات، وله إنجازات قوية في ميدان المرموم ويوم الوداع لهذا الميدان. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام هنالك شاهين مع المركز الثاني، تعود ملكية شاهين علي بن محمد بن رحمة الشامسي مع المركز الثاني. المركز الثالث الساعي، الساعي مع المركز الثالث محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، يريد أن يضيف الرصيد الجديد للخمس السيارات التي تتواجد في رصيد الساعي، ولكن اليوم خنجر يا بن بيشان. المركز الرابع،
الرابع، المركز الرابع هنالك مياس حمد بن منصور بن سيف بن عفصان الخيالي مع المركز الرابع مشاهدينا الكرام، وهنالك المركز الخامس لابد أن أتعرف على هذا المركز، وهنا مشاهدينا الكرام مع المركز الخامس يتواجد برزان للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين، وصل بهذا الشعار وقدم لنا برسان. أعود متابعين الكرام، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى يوم الحصاد، يوم الحصاد، ومن جد وجد، ومن زرع حسد، ومن سار على الدرب وصل، ومن ضمر سبق بهذا اليوم، يوم المرموم، يوم الختام. الله يا المركز الأول، ما زال الفهد، ما زال الفهد متمسك بهذا المركز، ما زال منطلقا بأول المراكز. عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي لا شك بذلك يمني النفس لانتزاع الخنجر وتسجيل هذه النقطة الغالية في ميدان المرموم. المركز الثاني ثانيا شاهين مع المركز الثاني يتواجد علي بن محمد بن رحمة الشامسي مع المركز الثاني، يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام، بينما المركز الثالث قادم بكل قوة الساعي، الساعي مع المركز الثالث يسعى بدوره للوصول إلى الخنجر، تعود ملكية الساعي محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، بينما المركز الرابع مياس حمد بن منصور بن سيف بن عفصان الخيالي، المركز الخامس وصل برسان غانم بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الخامس، الخمسة الأسماء الأولى التي تبحث عن الخنجر كإنجاز أول وفريد لهذه الأسماء، ما في من هذه الأسماء اللي حصل على الخنجر، أسماء قوية، أسماء لامعة، لكن ما فيهم اللي رام الخنجر، من يذهب إلى الخنجر ويضيف الخنجر الذهب الغالي، ضيف الرصيد، أخذ الخنجر، الخنجر غير في المرموم. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مقدمة الشوط مع أول المراكز مشاهدينا الكرام، ما زال الفهد، ما زال الفهد متمسك، متمسك بزمام الأمور، متمسك بالخنجر، يبي يشوف الخنجر بس وينقض عليه. هذا الفهد مع المركز الأول. تعود الملك عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي مع المركز الأول. ثانيا مشاهدينا الكرام يتواجد مع المركز الثاني شاهين ملك علي بن محمد بن رحمة الشامسي مع المركز الثاني، أيضا بدأ يشكل الخطر وهو يريد الخنجر ولا غير ذلك، ما يبل الخنجر وش يبو غير الخنجر في هذا الختام الجميل، الخنجر وحصاد الموسم. المركز الثالث مشاهدينا الكرام الساعي بدوره مع المركز الثالث محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، برزان يا برزان مع المركز الرابع لسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الرابع ممثل دولة قطر بهذا الشوط القوي والشوط الحساس. المركز الخامس مياس حمد بن منصور بن سيف بن عفصان الخيالي، المنافسة اشتدت، الأمور ولعت، الخنجر يقترب يقترب، ولكن الزمول هي من تقترب، والخنجر ثابت في مكانه، ثابت في مكانه. أعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، شاهين احتل هذا المركز، علي بن محمد بن رحمة الشامسي ما زال مع المركز الأول ويراوده الحنين لذكريات السنين لانتزاع الخنجر، ولكن انت تقول آمين يا بن رحمة والخنجر خنجر من نصيبك حتى هذه اللحظة، بينما المركز الثاني الساعي مع المركز الثاني بن بيشان محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع الساعي. المركز الثالث
يتواجد برزان لغانم بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا الكرام هنا يتواجد مع المركز الرابع الفهد عبد الله بن محمد بن مطر الرميتي. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود 2000 متر تفصل عن الناموس، تفصل عن الخنجر، تفصل عن السلام، وأين يذهب هذا السلام؟ أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول، شاهين مع المركز الأول، شاهين مع الصدارة، الله برحم الشامسي ذهب مع الخنجر، غادر مع الخنجر، وهنالك أيضا رنج روفر، رنج روفر إضافة إلى الخنجر، لمن نقول حظا أوفر، لمن نقول هذه الكلمة؟ أتمنى ألا أقولها، أتمنى الكل يفوز وأعود إلى المركز الأول، ولكن الخنجر، الخنجر واحد، الفوز واحد، الناموس واحد، الرنج روفر واحد، ينتظر واحد، ينتظر واحد في عام 2001 مع المركز الأول شاهين، شاهين مع المركز الأول مشاهدينا الكرام ومالك شاهين علي بن محمد برحم الشامسي، برحم الشامسي ذاب في شوط الزحمة، ذاب في شوط الزحمة، ذاب في شوط الخنجر مع المركز الأول، الساعي مع المركز الثاني محمد بن فهيد بن بيشان العجمي ثانيا، برزان يأتي ثالثا، غانم بن منصور السيف الخيارين، رابعا صوغان سعيد بن عبد الهادي الشهواني، وأي هدوء يا الشهواني اللي انت فيه يا أخوي، روح مع المقدمة، روح مع الصجة، روح مع الإزعاج، روح مع المنافسة، روح مع المركز الأول. مقدمة الشوط وسلالة شاهين تفرض نفسها مع الخنجر، مع الخنجر، مع الرنج روفر، مع الناموس في ميدان المرموم. وآخر يوم، آخر يوم، الخنجر إلى أين يتجه؟ الساعي مع المركز الثاني محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ولكن وصل من لا يعرف الهدوء ويلقبونه بالهادي مع المركز الثاني، صوغان سعيد بن عبد الهادي الشهواني، الشهواني يريد أن يحقق الأماني، يريد أن يعزف أجمل الألحان، موسيقار زمانك وزماني وصل، وصل وصل، الخنجر، الخنجر، الخنجر وين؟ شاهين مع المركز الأول، صوغان مع المركز الثاني، المنافسة، الناموس، الخنجر، رنج روفر، الهادي قادم، وبالرحمة، بالرحمة مع المركز الأول، الشوط، الشوط ولع، الشوط، شوط الزمول، شوط الزمول، الهادي الذي لا يعرف الهدوء، لا يعرف الهدوء، ولا يدري أين هو طريقه، إن كان هذا هو هدوءك فلله درك، يا سعيد، يا بن عبد الهادي، يا الشهواني، مع المركز الأول، سلام من الله عليكم، يا أبناء دولة قطر الأعزاء الأشقاء على فوز الخنجر، فليركب الخنجر بالرنج روفر ويذهب إلى قطر، إلى قطر، إن لم يكن لبالرحمة رأي آخر، ولكن سلام، سلام للشحانية، سلام للدوحة، سلام للريان، سلام للغرابة والوكرة، وسلام من الله عليكم يا أبنائي دولة قطر على الفوز بالخنجر الذهبي. المركز الثاني شاهين ملك علي بن محمد برحمة الشامسي، ثالثا الساعي ملك محمد بن فهيد بن بيشان، المركز الرابع وصل عجلان ملك عبد الهادي بن خليل الشواني، خامسا برزان غانم بن منصور السيف الخيارين. متابعينا الكرام هكذا هي المنافسة وهكذا هو التحدي، لنعود مع التوقيت الزمني ولحظة الوصول، لا شك بذلك بأنها أجمل لحظة لمالك صوغان الفائز بالمركز الأول، 13 دقيقة 13 ثانية، 7 أجزاء من الثانية إضافة إلى هذا الخنجر الذهبي الجميل. تهانينا لمالك صوغان سعيد بن عبد الهادي الشهواني، 13 دقيقة 15 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك شاهين علي بن محمد برحمة الشامسي. وثالثا متابعينا الكرام وصل الساعي 13 دقيقة 18 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا للمالك محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. هكذا انتهت الأمور والخنجر غادر إلى قطر.